اليوم بظل هالتداخل الكبير بين الداخل والخارج، وصار معروف كل المحاولات بالآخر إذا بدك أي نهار رح نوصل لحل بس يتفقوا جهتين مع بعضهم، من جهة إيران من جهة تانية أو الولايات المتحدة أو السعودية أو يعني أو واحد منهم أو اثنين سوا، يعني باتفاق مع واحد وبقبول من الآخر. غير هيك مني شايف أنه رح هيدا الاستحقاق يتم. يعني تؤيد إنجازة الكلام اللي قايله اليوم لصحيفة نضاء الوطن الرئيس بيري قايل أنه يبدو أنه كنيسة القريبة ما بتشفي بهيدا الإطار. طيب أنتوا بالتيار شو بدكن؟ بس جربوا تفهمونا شو بدكن، لأنه أنتوا كمان ضيعتونا، ضيعتوا الناس، وكل مرة عم يطلع مواقف تختلف حسب تطور الأوضاع. أنه واحد لما بيحط موقف أو بيحط سياسة لإله بده يتبعها، أو ما تقلي هون ما في مبدئية بالسياسة، أو بيحط مبدأ معين عم يمشي أو يفاوض أو عم بيرسم المرحلة المقبلة عليه، ما بيعود بيتراجع عنه وهيدا بيغيره على القطعة حسب كيف رايح الأمور بدولة بالأمور معه. ما هيدي كمان بتصير وصولية بالشكل. انتوا بالتيار الوطني الحر شو بدكم؟ نحن اوضح ناس واكثر ناس عمليين عم نشتغل على ايجاد حلول. سمي لي فريق غيرنا عم يتحاور مع الكل بدون استثناء. يعني حتى مش كمان مهم، انا ليش مش عم مهم تتحاور؟ لا كيف مش مهم؟ مهم على شو عم تتحاور انت؟ عم تروح انت عند الفريق المعارض، القوات اللبنانيه والكتائب وفريق المعارض، تعمل ديل معهم على القطعه على جهاد أزعور، تروح عند حزب الله عم تعمل، عملت مشكل انت وياه، عمل شرخ كتير كبير، جيت هلا عم تعمل تفاوض على كمان على القطعه على الموضوع الرئاسي ب واليوم اليوم سئب اليوم في لقاء رح يكون للجنة المكلفة بدراسة موضوع اللامركزية والصندوق الائتماني بميرنا الشلوح اليوم. صحيح. اللقاء. طيب عم تروح على القطعة عم تشتغل، عم تروح مع حزب الله تحط له هودي البنود والشروط، وإذا فايت في معه بمقايضة، بلشت المقايضة بأنه ممكن أنا أقبل بسليمان فرنجية مقابل أن تقر هيدي المطالب. امبارح بعد خطاب التسلم والتسليم، ما في تسلم والتسليم، بعد خطاب تجديد البيعة لجبران باسيل بقى صار في عملية تنصل من هيدا الكلام اللي صاروا لا رايحين أنا على الحزب بخيارتي. شو بدكم؟ كل اللي بسؤالك حاولتي تمرقي هون رح حطهم على جنب. لا انا ما مرقت تسلم بلا مثلا، انا ما بمرق شيء اللي عندي بقول كلمه تسلم وتسليم مع ضحكي هذه تمريقه، مش تمريقه، هذا حقك واقع. حقك بس واقع، ما بديش ضيع الفكره الاساسيه. واقع. برجع بقول لك، ما حتى بتوصيفك سمر صفقه وبالقطعه ومثل بيع وشراء، اول شيء غلط فيه. اول شيء سؤال في شيء تحت الطاوله ولا كله فوق الطاوله؟ ما بنعرف. تعرفي؟ لا، لانه علنا مع الحزب، علنا مع الحزب واضح. ما انت منين عم بتوصفيهم؟ منين جايبتيهم هون؟ اوكي، هودي معلومات، هيدا اللي عم نشوفه. سوري، ايه بس ما بنعرف شو تحت الطاوله. مش علني هودي اللي عم انت مثل ما وصفتي اللي وصفتيهم، نحن وانت بكتشفيهم. ايه هو علني، اكيد هو علني، علنا عم نقوله، اكيد هو علني. بالتقاطع مع المعارضه والكلام اللي معهم علني ولا لا؟ علني، علني. اكثر من هيك شو عم نحكي نحن وحزب الله وقت نلتقى مع المعارضة؟ عم بيكونوا بالجو، مش من تحت الطاولة، فوق الطاولة. وقت عم نحكي نحن وحزب الله كل شيء عم بيصير مع المعارضة عم بيكون فوق الطاولة. نحن الفريق الواحد بالاستحقاق. أنا بدي أرجع، لا أنت هون عم يعني رديت علي، وأنا كمان عندي رد على كلامك. أنا وقت بقول ما بعرف، أكيد هودي القصص اللي عم تنحكى، التقاطع أكيد فوق الطاولة، وأكيد حكما بدكم تنقلوا لحزب الله شو عم يصير حديث باللقاءات لحتى الكل ينحط بالجو. أنا مش هيدا عم بحكي عنه، هيدا علني فوق الطاولة، بس شو الديلات اللي عم تنصاغ تحت الطاولة؟ لا ما حدا بيعرفها، ما حدا بيعرفها. وبالسياسة كل شيء مشروع، حتى المقايضة شرعتوها بالسياسة، الكل عم بيعتبر مقايضة. انه اي مقايضات لا ما لك، وين الفكره اللي في اكيد في بتضيع مقايضات بتضيع المشاهد. اكيد في مقايضات، لكن وين بتضيع المشاهد؟ معودين مع انه حق بالسياسي وهيك بكل اذا بدك حيلا دوله بالعالم بعد انتخابات نيابيه، بس ما يبقى في اكتريات محسومه بيتفقوا اوقات الضاد، اكيد اوقات يسار مع اقصى اليسار بيكونوا عم يتنافسوا، او يمين مع اقصى اليمين.
ليقدروا يكونوا السلطة الجديدة أو ليبقوا استحقاق يقدروا يقطعوه، صح؟ شو بتكون عادة بكل دول العالم، مش عم بحكي هلأ برجع على لبنان، بيجوا بيتقاسموا، بمعنى مش تقاسم، اتفاق سياسي فيك تسميه محاصصة واللي بدك إياه، وتقاسم مغانم، بيقول له أنا شروطي لفوت معك بالاتفاق بدي أخذ كذا وزارة كذا موضوعي. هلأ حكي كان بصح لو نحن عم نجي مثلا نقايد على مواقع ومراكز ومكتسبات للتيار الوطني الحر. انت بس تجي تقولي انا مقابل اي اذا بدك اتفاق سياسي بدي اللامركزية، اللامركزية مش للتيار الوطني الحر، اللامركزية هي إلك وإلي ولكل الأطراف اللبنانية. وعلى فكرة بين مزدوجين حتى نحن ما يعلق بذهن الناس اللي عم بدو يحملونا مثل كأنه نحن وحزب الله اختصرنا البلد. نحن عم نقول عم نبني مدماك بالآخر بدو يكفي إذا قبلوا الكل، لأنه مش نحن بننزل على مجلس النواب ونصوت لهيدا القانون، بدو عدد كبير من الكتل النيابية، مشان هيك مش عم نشلهم دورهم، بس بمحل بك تبلشي من محل. الشغلة الثانية، الصندوق الائتماني ما انه للتيار الوطني الحر ولا مكسب للتيار الوطني الحر لتحطيه من باب انه صفقة تحت الطاولة استفاد من التيار. ايه معنويا بيطلع الرأي العام حققنا له شيء يمكن يشوف لنا اياها يمكن لا، هيداك موضوع ثاني، بس ما عم نعمل شيء. بس لما معلي لحظة، ما نحن بالجو عايشين بالبلد تانية. والشمس شارقة، انا بالجو وانا الشمس شارقة، بس صارت عم تغطوا الشمس. خليني لحظة، ما حدا بيغطي الشمس، والصحافة عم تكتب والمعلومات عم تتسرب، وحتى الأفرقاء يتقصدوا انه يسربوا معلومات. اكيد اكيد اللامركزية الإدارية مكسب لكل اللبنانيين، اكيد اكيد، واكيد انه منصوص عليها بالطائف، ما جاب ما اخترعته شيء جديد تعمله، ولكن حركته المياه الراكدة. نايمين على 33 سنة حركته المياه الراكدة. نجي على الصندوق الائتماني، الصندوق الائتماني اكيد منه مطلب ومكسب للتيار الوطني الحر، واكيد هو مكسب لجميع اللبنانيين، وممكن انه يقلل من الفساد ويصير في عملية جمع لمالية الدولة وعملية سحبة من يد وزارة المالية وكل هذا الأمر. بس بتصير مكسب ومطلب لما بينحط شرط أن تكون رئاسته للتيار، جبران أو غير جبران، لأنه هيدا حتى أنه شيء. عنده شرط جبران بسيل رئاسة الصندوق الائتماني بدها تكون معه، يعني معناتها مالية الدولة كلها معه. طيب للمعلومات، بعده يمكن اللامركزية في شيء لأنه مدروس باللجان ومقدم سابقا، في شيء محطوط مادي مادي بند بند عم يبحثوه بالصندوق الائتماني، بعد حتى المسودات اكيد ما انوضعت، بقى ما ببلشوا اساسا من غير لا نحن السذج ولا اذا هيدي نيتنا، هالقد نحن بلا دماغ لنفضح حالنا. يعني هيدي كلها امور عن جد ما بعرف كيف بيخترعوها، منين بيجيبوها، منين بيألفوها، بس يصفي اللي بده يصدقها يصدقها. بالاخر عم نجي نقول نحن هيدا حل للبنانيين، ما هني بالاخر ما مش نحن، حتى نحن وحزب الله اذا قالوا لنا بدكم انتم تترأسوا غصب عنكم الصندوق الائتماني، لك يا عمي ما شايفي انت كان معنا رئاسه الجمهوريه واكبر كتله وزاريه واكبر كتله نيابيه، وشفتي كيف بالتعيينات دوره ضباط من ال 94 ما ترقوا، وهذا حق لهم، لا ما في شيء ثاني. بقى معلش خلينا نكون واعيين مزبوط وما نمشي بأمور أنا مش مضطر رد عليها، لأنه بالآخر إذا بدي ضل رد على النوايا أو شو بيتهمونا على نوايانا ما منعود نخلص. أوكي. خلينا نروح ديركت، هودي عن جد عم يلهونا على الطريق. فإذا نحن عم نقول أبدا مش عم نعمل شيء تحت الطاولة،